بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. كنا توقفنا عند السؤال رقم 7 في الدرس السابع، تمارين على العددين المترافقين. كان بيقول السؤال: لو كانت جذر 3 أس س بتساوي حاصل ضرب العددين المترافقين دول مع بعض، عاوز قيمة الس. احنا قلنا لما نضرب العددين المترافقين حاصل ضربهم هو عبارة عن ألف ناقص ب. فهنا الجذر الألف عندنا بتساوي 2 جذر 2، وبالتالي هنطلع قيمة الألف ان احنا نربع الطرفين، وبالتالي الألف هتساوي عندنا 8، وهنا جذر ب بتساوي جذر 5، يعني الب هنا هتساوي 5، وبالتالي حاصل ضرب العددين دول بقى 3، 8 ناقص 5 بتساوي 3، ألف ناقص ب 8 ناقص 5 بتساوي 3 حاصل ضرب. وعندنا جذر 3 أس س بتساوي 3، 3 جذر 3 أس س لكل أس س بتساوي 3. طب ما هو جذر 3 دي عبارة عن بالصورة الأسية، هنا في 1 وهنا في 2، فهنا 3 اللي جوه على اللي بره أس نص كل مضروب في س بتساوي 3. هنا الأساس 3، هنا نفس الأساس اللي هنا، يبقى إذا الأسس بيساوي بعض. نضرب النص في س، طيب بس دول أسين أصلا، فبالتالي 3 على 3 أس س على 2 بتساوي 3 أس 1 يعتبر. أساسات قلنا زي بعض متساوية، يعني س على 2 بتساوي 1، يعني طرفين في وسطين، يعني س هتساوي 2. السؤال رقم 8 بيقول: لو كانت س بتساوي 1 زائد جذر 5 والصاد بتساوي 1 ناقص جذر 5، فإن س صاد وس ناقص صاد. س صاد يعني ضرب العددين المترافقين، 1 زائد جذر 5 في 1 ناقص جذر 5، ده س وده الصاد. نقول حاصل ضربهم هو عبارة عن أ ناقص ب. الألف الجذر ألف عندنا الجذر ألف بيتساوي 1، وبالتالي الألف هيتساوي 1. هنا جذر ب هتساوي جذر 5، وبالتالي برضك الب هتساوي 5. حاصل ضربهم قلنا عبارة عن ألف ناقص ب، فين الألف؟ أدي 1 ناقص 5، يبقى حاصل الضرب ناقص 4. هو عاوز كمان س ناقص صاد، فرق العددين س عادي. طب س ناقص صاد هتساوي 1 زائد جذر 5، ادي س، والصاد هنبدل اشارتها تبقى ناقص 1 زائد جذر 5، السالب 1 هيروح مع الموجب 1، هيتبقى لنا جذر 5 تنزل زي ما هي، نجمع العوامل تبقى 2 جذر 5. رقم 9 بيقول: العدد 1 زائد 3 على جذر 3 في أبسط صورة، وعاوز مرافقه. 1 زائد 3 على جذر 3 صورة، في أبسط صورة هيبقى هنبسط، يبقى 3 على جذر 3 بيساوي، نضرب هنا جذر 3 في جذر 3، تبقى 1 زائد جذر 3 على 3 هنا في 3 هنا في 3، يبقى 3 دي 3 هتروح مع 3 تبقى 1 زائد جذر 3،
ده في أبسط صورة المرافق بتاعه واحد زائد جذر واحد قصدي ناقص جذر 3. السؤال رقم 10 بيقول 2 على جذر 7 زائد 5 زائد 2 على جذر 7 ناقص 5 بيساوي ايه؟ 2 على جذر 7 زائد جذر 5 زائد 2 على جذر 7 ناقص جذر 5. نبسط ده نبسط الحد ده ونبسط الحد ده. 2 على جذر 7 زائد جذر 5 نضرب في المرافق بسط ومقام جذر 7 ناقص جذر 5 على جذر 7 ناقص جذر 5 بيساوي 2 جذر 7 ناقص جذر 5. حاصل ضرب عدد المرافق 2 مترافقين 7 ناقص 5 ألف ناقص ب هيدينا 2. يبقى 2 دي هتروح مع الاتنين وبالتالي الحد الأول تبقى جذر 7 ناقص جذر 5. ناخد كده احنا خلصنا الحد الأولاني. الحد الثاني اتنين على جذر 7 ناقص جذر 5 برضك هنبسطه. 2 على جذر 7 ناقص جذر 5 2 على جذر 7 ناقص جذر 5 في جذر 7 زائد جذر 5 جذر 7 زائد جذر 5 هو عبارة عن برضك 2 جذر 7 زائد جذر 5 على 7 ناقص 5 يبقى برضك دي هتروح مع دي تبقى 7 جذر 7 زائد جذر 5 جذر 7 زائد جذر 5 وجذر 7 ناقص جذر 5 الاثنين مجموعين على بعض والاثنين عددين مترافقين. ده الحد الأول مجموع على الحد الثاني. الحد ده الحد الثاني والحد الأول جذر 7 ناقص جذر 5 جذر 7 ناقص جذر 5 زائد جذر 7 زائد جذر 5. الجذر 5 هيروح مع الجذر 5 بالإشارة أو هما عددين مترافقين فيبقى ضعف الأول 2 جذر 7 ضعف جذر 7 وهي دي نتيجة المسألة. السؤال رقم 11 بيقول لو كان إذا كان سين على جذر 3 سين على جذر 3 ناقص 2 جذر 2 بيساوي جذر 3 زائد 2 جذر 2 فإن السين تربيع بتساوي إيه؟ السين يبقى هنضرب طرفين في وسطين هيبقى عندنا عددين مترافقين. السين هتساوي حاصل ضرب العددين المترافقين دول جذر 3 زائد جذر 2 مضروب في جذر 3 ناقص جذر 2 جذر 2 حاصل ضربهم الألف أو جذر الألف بتساوي جذر 3 وبالتالي الألف هتساوي 3 جذر الب بتساوي 2 جذر 2 وبالتالي الب نربع بقى 4 في 2 ب 8 حاصل ضربهم يبقى ألف ناقص الب بتساوي 3 ناقص 8 بتساوي سالب 5 سالب 5 يعني السين هتساوي السالب 5 وبالتالي السين تربيع هتساوي 25. السؤال اللي بعد رقم 10 بيقول رقم 2 هو اجعل المقام عدد نسبي. السؤال الأول 5 على 3 جذر 7 هنضرب في المرافق بسط ومقام 5
على 3 زائد جذر 7 في، هنقول بقى في 3 زائد جذر 7 على 3 زائد، قصدي سالب جذر 7. نعمل بلون تاني، 3 ناقص جذر 7 على 3 ناقص جذر 7. 5 تضرب في القوس ده، يعتبر 3 في 5 15، ناقص 5 جذر 7 على المرافقين. اولا 3 ده يساوي جذر الف، يعني الالف حل الف هتساوي 9، فتبقى الف ناقص ب 9 ناقص 7 ناقص 7، 9 ناقص 7 2، فهتبقى عبارة كده عن كده 15 الإجابة تبقى 15 ناقص 5 جذر 7 على 2. السؤال رقم 4، ستة خليها بلون تاني، 6 على 4 ناقص جذر 2، 6 على 4 ناقص جذر 2، نضرب في المرافق على طول، 4 زائد جذر 2، 4 زائد جذر 2، 4 و6 ب24 زائد 6 جذر 2 على الألف، عندنا الجذر ألف بتساوي 4، يبقى إذن الألف هتساوي 16، تبقى 16 ناقص 2 بكام؟ ب14، تبقى عبارة عن 24 زائد 6 جذر 2 على 14. لو احنا نحب نختصرها على 2 فيها 12، على 2 فيها 3، على 2 فيها 7، هتبقى 12 زائد 3 جذر 2 على 7. السؤال اللي بعده، 3 على جذر 7، 3 على جذر 7 زائد 5 في جذر 7 ناقص 5 على جذر 7 ناقص 5، نضرب 3 وجذر الألف هو 7، قصدي جذر الألف هو جذر 7، يبقى إذن الألف بتساوي 7، جذر الب بتساوي 5، يبقى الب بتساوي 25، تبقى الألف ناقص الب، يبقى الألف بسبعة، 7 ناقص 25، وهنا 3 جذر 7 فوق ناقص 15، يعني هتساوي 7 ناقص 25 بتساوي 18، 18، وهنا 3 هناخد 3 مشترك، تبقى 3 جذر 7 ناقص 5، 18 مع 3 هتبقى 6، تبقى هو النتيجة جذر 7 ناقص 5 على 6. السؤال رقم 4، 4 جذر 5 على ناقص 4 زائد جذر 5، 4 جذر 5 على سالب 4 زائد جذر 5، هنضرب في المرافق، المرافق A سالب 4 ناقص جذر 5 وسالب 4 ناقص جذر 5 ناقص جذر 5، أربعة
جذر 5 مضروب في سالب 4 ناقص جذر 5 على هنا بقى الألف كام؟ الألف قصدي جذر الألف بتساوي سالب 4، يبقى إذن الألف بتساوي 16. الب هنا الجذر ب بتساوي جذر 5، وإذن الب بتساوي 5، فحصل ضربهم ألف ناقص ب 16 ناقص 5. أربعة جذر 5 في ناقص 4 تبقى ناقص 16 جذر 5 فوق، ناقص 4 جذر 5 في جذر 5 بـ5 على 16 ناقص 5، وبالتالي الإجابة هتساوي ناقص 16 جذر 5 أو سالب 16 جذر 5 سالب 16 جذر 5 ناقص 20 على 11. وبكده نكون خلصنا جزء كبير في الأسئلة، فاضل 3 أجزاء في الأسئلة ونكون خلصنا الدرس رقم 7 على خير إن شاء الله. نكمل إن شاء الله الأسئلة في درس تاني. شكرا، سلام عليكم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.